الصحراء الغربية، الصحراء الغربية قضية مبدئية. نظرنا من أجل التيمور ليست، نظرنا من أجل القمر، نظرنا من أجل هادية، نظرنا كل الأمور فاتت بسلاسة. ملف موجود حاليا في الأمم المتحدة في لجنة تصفية الاستعمار، ماهوش في لجنة المساعدات الغذائية ولا لجنة تصفية الاستعمار. نهار اللي تفصل الأمم المتحدة هذا هو الكلام. إذن قضية الصحراء ما تخلاش عليها أي ثمن، لأن قضية مبدئية بالنسبة. أصدقائي المشاهدين مساء الخير، كما شفتوا الرئيس الجزائري صرح بأن الجزائر لن تتخلى عن الصحراء الغربية مهما كان الثمن. طبعا يعني فاش نسمعوا الخطاب ديالو كيبان بأنه مبدئي، لأنه جاء في السياق ديال أن الجزائر دافعت على تيمور، دافعت على جنوب إفريقيا، دافعت على ملفات، على جزر القمر إلى آخره. أي أن الجزائر عندها واحد التاريخ من النضال، وهي كانت يعني بلد المليون شهيد، وكانت يعني زعمات واحد الطيار ولا واحد الثورة ينشئنا في واحد السياق اللي كان طبع ما بعد الحرب العالمية الثانية والحركات ديال التحرر. ولكن هنا هاد القضية هادي واش كتهم الجزائر كجزائر، يعني بلد مستقل ومحايد، ما عنده حتى أطماع وما عنده يعني حتى دخل في هاد المسألة هادي، يعني بعيدة عليه بحال جنوب إفريقيا وتيمور وجزر القمر، ولكن أطماع. وفاش كيقول لنا السيد الرئيس الجزائري بأنه مهما كان الثمن أو مهما كلف الثمن، فهاد الجملة هذه ليست بريئة، لأنها اعتراف ضمني بأن هناك ثمن، والثمن غالي جدا، غالي على الطرفين في الحقيقة. إذا بغينا نكونوا موضوعيين، الثمن ديال النزاع في الصحراء هو عشرات السنين يعني من تفويت فرص التنمية في كلا البلدين، عشرات السنين من تمويل الوهم بالملايير من قبل الجزائر، وتمويل المقاومة والمواجهة يعني من خلال بناء الجدار الرملي، من خلال حشد القوات المسلحة في الجنوب بالنسبة للمغرب، عشرات الملايير كذلك غادية في الإنفاق على التسلح لكلا البلدين. إذن السؤال هو أشنو يقدر يكون الثمن؟ هل يمكن للجزائر بمنطق آخر أنها باش تمشي في هذا المبدأ هذا لله في سبيل الله من أجل تحرري أو من أجل استقلال بلد آخر أو من أجل تقرير مصير الصحراء كما كيسميها، واش تقدر تمشي إلى حد أنها تفنى الجزائر من أجل هذه القضية؟ إذن هنا الأمر ما بقاش بريء، والأمر ولا عنده علاقة بعقدة تاريخية ولا بمسألة غير معقولة، لأنه اللي كيحرك اليوم الفاعلين السياسيين في العالم هو المصلحة. السؤال هو واش من مصلحة الجزائر أنها تدخل في شي صراع يقدر يمشي، يعني حسب الخبراء حاليا يقدر يمشي لصراع مسلح بين المغرب والجزائر فقط مبدئيا من أجل قضية. وفي سياق الحديث ديالو كيقول باللي من بعد باللي هو يعني بحال بغى يقول الحيادية، حنا كندعموا الصحراويين وهما يديروا اللي بغاو، وهذا كذلك كيحاول يبرر، لأن هذا الخطاب تبريري، حتى واحد ما سولوش علاش كدعموا الصحراويين. طبعا علاش كدعموا الصحراويين؟ راه باين كدعموا الصحراويين باش يستقلوا، ماشي باش يعني ماشي باش يكونوا مغاربة ولا يكونوا موريتانيين ولا يكونوا ولا ما يكونش، تدعمهم باش يستقلوا، يعني باش تمشي الصحراء للمغرب وباش تولي عندك الطريق من تندوف للمحيط الأطلسي. إذن هذا، ولكن التبرير اللي غيجي على لسانه يعني هذا في واحد التناقض، غادي يقول إلا بغاو يكونوا مغاربة يكونوا مغاربة، بغاو يكونوا موريتانيين شغلهم هذاك، يعني كأن المسألة بالنسبة للجزائر محايدة بحالها بحال شي بلاد بحال بلاد بعيدة إلى آخره، في حين أنه في العلاقات الدولية ما كاينش شي عنصر محايد، كاين مصالح. السؤال هو ما مصلحة الجزائر في تأبيد هذا الصراع؟ وشنو هو الأفق ديال هذا الصراع حول الصحراء المغربية؟ اللي كاين في الواقع هو أن الصحراء مغربية، وأن
الخطاب ديال النضال من اجل الشعب الصحراوي ومن اجل الصحراء الغربيه كاين في الجزائر وموجه للجزائريين، ولكن تحت الطاوله كاين تحالف بين نظام عسكري اللي كيسير عبد المجيد تبون، رغم انا كتشوفوه هو الوحيد، ولكن راه الترسانه اللي قدامه كاين بزاف ديال الجنرالات والكبرانات السابقين ديال فرنسا الى اخره كيكتبوا. اذا هنا عندنا نظام عسكري جزائري، عندنا صنيعه مرتزقه، واحد الحشد غير متجانس اللي كانوا في البدايه ما فايدينش الالاف ديال الصحراويين اللي في منطقه زويرات في موريتانيا ومنطقه تندوف في الجزائر وبعض المناطق من المغرب، تجمعوا وبفعل فاعل وعبر مرور السنين، دابا قربنا ل 50 سنه، ولاو كيشكلوا واحد التجمع ديال من هب ودب وكيدعيوا بان عندهم حقوق الى اخره. هاد الايديولوجيه هادي، يعني هاد الناس هادو اللي على الارض الجزائريه وكتمولهم الجزائر، لان الثمن راه الثمن باهظ، راه القضيه خاسره، رغم انه زعما ديال انه راه حنا كنمولوا الصحراء الصحراويين لله في سبيل الله واللي بغاو، ولكن راه مولتيهم يعني استثمرتي، يعني الثمن هذا الثمن هذا من اجل فاش تستثمر تنتظر الربح، وبالتالي بالنسبه للجزائر الاستثمار خاسر الى المنتظم الدولي مشى في واحد الاتجاه مثلا ديال ان الصحراء غادي تكون مغربيه او ديال الحكم الذاتي او ديال شي تخريجه من غير تخريجه الاستقلال، لانه الخطاب اللي كنشوفوا هذا البوليساريو هو انه السلاح وهذا لطرد الاحتلال الى اخره، خلال البندقيه كما بداو كما كيقولوا من 73 الى اليوم. ولكن هاد باش نكونوا واقعيين، باش نكونوا واقعيين، الجزائر استثمرت، واش الاستثمار ديالها رابح ولا خاسر؟ لانه اللي كاين في الارض، اللي كاين في الارض من 75 الى اليوم، من المسيره الخضراء الى اليوم، هو المغرب. وبالتالي في الواقع الصحراء الغربيه هي اسطوره مولاتها الجزائر، شرت الدول، يعني الجزائر ما عمرها كانت محايده سواء في القديم ولا حاليا، كانت واحد كان شويه ديال يعني العقلانيه، واحد المصلحه، واحد مرحله الكومون ولا مرحله التهدئه في عهد عبد العزيز بوتفليقه، لانه ربما عبد العزيز بوتفليقه كان رجل دوله وحناك وقرا الوضع مزيان الى اخره، وما كانش مجرد يعني وسيله ولا دميه كيحركوه العسكر، رغم انه راه في السنوات ديالو الاخيره كان يعني شبه مغياب ومقعد، لانه راه القرارات ديالو والنهج ديالو ظل ساريا الى ان جابوا الدميه الجديده عبد المجيد تبوني. اذا فاش تيقول السيد الرئيس الجزائري هاد الكلام هذا، فهو فيه واحد التناقض كبير بين الاستثمار اللي كاين في الجزائر، وفي كذلك هفوات، لانه كيعترف بطريقه او باخرى ان هذه القضيه هي قضيه حاسمه بالنسبه للجزائر، واخا الجزائر من شحال هذه من ايامات الهوارب يقول لك بدي انا ما عندي والو في الصحراء، هي شان بين موريتانيا والمغرب والصحراويين، مزيان، ولكن اليوم راه هذه الاستثمارات علاش؟ على المبدا، اذا هذا المبدا خاسر بالنسبه للجزائر، الا كان المبدا هو تقسيم دوله اخرى، الا كان المبدا هو تعطيل التنميه، فهذا ليس مبدا، اسمحوا لي الا كتكلم على المبدا، هذا ماشي مبدا، كاينه مصلحه، مصلحه تحطيم الاخر من اجل مكاسبي انا، وهذا راه ما غاديش تكون، لان هذه ماشي يعني هذا الاخر هذا هو الجار، هذا الاخر هذا هو الجار، يعني كاين علاقات وغادي تستمر علاقات وجود انساني ومحكوم علينا، نقدروا نخوضوا الحرب، نقدروا ندخلوا في السلم، يعني هذا الجوار هذا انسانيا وتاريخيا غادي يستمر. يعني مكتوب علينا حنايا نكون الجزائر هنايا وكل المغرب هنايا، مكتوب علينا تكون عندنا اراده عند الناس الشعب المغربي، راه ماشي لان قضيه الصحراء المغربيه بالنسبه لينا ماشي قضيه الحكومه المغربيه او الدوله المغربيه او المخزن كما كتسميه، ماشي قضيه المخزن بوحدو، قضيه الشعب المغربي باكمله. طبعا كاين الاسطوره الاخرى، هذوك المرتزقه اللي جمعتو ولادهم وولاد ولادهم ربيتوهم حتى هما على اسطوره الصحراء المحتلة. هنا عندنا واحد الواقع، واحد القضية شائكة، باش نكونوا عقلانيين كيفاش غادي تحل؟ الله أعلم، واش بالسلاح والحرب؟ المغرب مستعد،
عمره غادي يتخاذل من اجل الحقوق. هو حنا غادي نتقاتلوا وحنا مرفوع الراس، اذا كنتقاتلوا من اجل الارض ديالنا ماشي من اجل الارض ديالكم نتوما، والتاريخ يشهد والمجتمع الدولي يشهد وكل الحكماء كيشهدوا راكم كتستمروا من اجل تدمير بيت الاخر. وراه العقلاء في الجزائر عارفين هذا الشيء وكيتكلموا الى اخره، الناس ديال الحراك الناس اللي بعقلهم الى اخره. كيفاش انت كتعطي الثروات ديال الدوله ديالك من اجل تحطيم دوله الاخر؟ يعني هذا قمه العبث وقمه السفاله وقمة التناقض. يعني هذه الخطابات المنمقة حول المبادئ وفلسطين وخلط هنا من هنا، ما ما ما, ما عندها حتى شيء، لأن الكل يعلم ماذا ندالة الجزائر وتمويلها والحقد ديالها على أمة جارة. إلا كان شي طريقة باش تحل المشكل، ما كاين ما أحسن من يعني المفاوضات مباشرة بين المغرب والجزائر. حلوا المشكل، يقدروا يحلوا المشكل. ديما ليا الحل الوحيد للمشكل هو ان الجزائر والمغرب يريحوا مع بعضياتهم ويصفيوا هذا المشكل هذا بطريقه او باخرى بالتراضي بيناتهم. اما في الاتجاه ديال مات الامم المتحده الى اخره، الامم المتحده واضحه كتقول لك الجزائر جلسي مع المغرب وفضيوا هذا المشكل، كتعتبر الجزائر جزء من المشكله، خلافا لهذا الشيء اللي كيقول واللي كيروج ليه تبون قدام يعني العسكر ديالو. وهذا خطاب اصلا خطاب من العسكر الى العسكر، المستقبل هو العسكر والقائل هو كذلك لسان العسكر. اصدقائي المشاهدين، هذا هو الراي ديالي كمغربي، تنحاول نشوف هذه القضيه يعني بدون اثاره يعني يعني السب والقذف وتبادل يعني هذا المستوى المنحط في النقاش. يمكن لكم تديو بالاراء ديالكم في هذا الموضوع هذا. الى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله. الجزائر.